الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، أسامة بن زيد، إن أبا أسامة كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبيك، وكان هو أحب إلى رسول الله منك، من كلام الفاروق لابنه. وصحابي لحي لباتنات أسامة ابن زيد شلي وحنو سو دراسيني سيردي زيد بن حارثة مانتا نواويل كيسي أسامة ابن زيد ومركي عمر الخطاب أولها به رسولك صلى الله عليه وسلم أباه وكجعل السجن أديك والله جعل مركو لهاوي ونقول من دون غورتا ويري هي صوبتك أنت. نحن الآن في السنة السابعة قبل الهجرة في مكة. هذا وحن الجبنا بوله كاتبك سنة كي تضبعد انتان اللي هجرونين كهر مكة أيا للجوجة وسنة كي تضبعد. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أن صلوات الله وسلامه عليه يكابد من أذى قريش له ولأصحابه ما يكابد. إذا رسولك صلى الله عليه وسلم هي أصحاب تيسا أي لا بطونا يعني أذيادة يدفك كغا إيمان يعني من كقريش يعني أذياد قرنتي هل كأوسر ريساء إيو لباتو يوحيا لو رن أهانتي لقارسيي بمركة أدو القاضنا يعني. ويحمل من هموم الدعوة وعبائها ما أحال حياته إلى سلسلة متواصلة من الأحزان والنوائب. نبي صلى الله عليه وسلم همومته يمرغذا كسو قارتي دعوذا culaysyadu ay leedahay runtii arrinka wuxuu noo ahaa waxyaabo isdaba jooga murugo iyo masaa'ib isdaba joogan kala go'ob lahayn baa hay maanta mid ka dhamaanaya birri mid kala sugeysa mushkilad baa imaneysa waa la xalinaa mid kala imaneysa aduu wax balwal ka xakayaal yani amwaaj min albashar hir oo aadana ah oo ku hortaagan oo diiday inaad tallaab un rogtid كم بعد كم بحسان إيسا ميت كلا كوجود دجان مشكلات بعد ما أنا سميت كلا تاجر نمو البنو في الأسكود ده إنه الدين كمركة هو استاجو. وفيما هو كذلك أشرقت في حياته بارقة سرور يقول النبي حال ده وكجره فإله سبحانه وتعالى وهو في فرحة نور كيد بأن النبي صلى الله عليه وسلم أدل العظيم. فلقد جاءه البشير يبشره أن أم أيمن وضعت غلاما من بشارة سيدة النبي أيمن مركز حقوق بشاري أم أيمن قبل لديه جري وضع غلاما إن ولد الشيء فأضاءت أساريره عليه الصلاة والسلام بالفرحة وأشرق وجهه الكريم بالبهجة. النبي صلى الله عليه وسلم وجه جيسة والله في فرحة جبهة النبي صلى الله عليه وسلم حكم بحيرنتي بهجة القروح بكم تقف مركو فرح سيني هاي أنا وجهي سو جيدا شو ليه هل كمرك وقفك أو إنه عن عريسين يهاي أما عبوس ويهاي رنتي وجهي ويهاي وجه لقاعد ده كمان أي شيء جست مرك وجهي ويهاي وجه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هدبا النبي ويل كان ليري أم أيمن بعد الشيء والنبي سيدا درن وفر حي. فمن يكون هذا الغلام السعيد الذي أدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم كل هذا سرور طلبيون نقن دعنا ويل كان نصيب كبضن فرحدا انت لاق نبي صلى الله عليه وسلم سوق لي وكان واكه نينك النبي صا او فرحي ولا لي هبل بعد ده شيء اما غلام بعد ده شيء النبي قلنا وفرحت مركا مال ولا استاغ ولا اي انه اسامه بن زيد ويلك لا هلي واسامه بن زيد او دلي صحابي شل ان كسهدنا اها زيد بن حارثه. ولم يستغرب احد من صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم بهجته بالمولود الجديد run ahaanti saxaabadu lama yeen ma aragtay lama yeen laabi ma aragtay saxaabada rasuulullaah sallallaahu alayhi wasallam wax yaaba oo wax ma aragtay ay la amarkaagaan oo la yaaban ma noqonin maxay yeelay waxay og yihiin wadaalika limawdi abawayhi minhu manzilatihima indahu maxay waxay garanayaan wiilka kan aabihi oo heli halka ay nabiga ka taagan yihiin marka waxay la yaaban marka ma ahay saadartay saxaabada rasuulullaah sallallaahu alayhi wasallam wax yaaba iyo wax noocan ma amarkaaga oo markaas soo waajahay ma lahayn maxay yeelay waxay ogyihiin haddiiba Zayd
وصار شاء الله جعل وحا دالينا ان جعل يهي ام ايمن اعد ايتان وقال دونا يدنا مركة اي دا شيء نبي صلى الله عليه وسلم اد بقو فرح فام الغلام هذا ام ايمن حد ما يهي يدو ام الغلام ويل كان هذا دا شيء هو يدي هي بركه الحبشيه وحلقوا مقعب بركه الحبشيه مقعد واكسده المكنى بام ايمن وحان الله ويرى أم أيمن وكانت مملوكة لأمينة بنت وهب أم الرسول صلى الله عليه وسلم انت جاهلية لوجري وحي الضوان وهيد أمينة بنت وهب والنبي هويدي أهيد فربت في حياتها هوين إذا أم أيمن ومد النبي صوت بيس صلى الله عليه وسلم وحضنت بعد وفاتها مركي النبي هويدي أي دمتنا هوين إذا النبي كنتي آدي آد أتري تارين جرتي بحنانين جرتي كور هين جرتي تربيين جرتي وحيد أم أين ففتح عينيه على الدنيا وهو لا يعرف لنفسه أما غيرها نبي مركة وحكى لقرتنا وإنها ساقو كالفوري هو يكال إيضا هين ما يقول موسى يقول النبي صلى الله عليه وسلم مركة أم أيمن إيضا بوس كاسي مركة تاجنيد فأحبها أعمق الحب وأصدقه وكثيرا ما يقول نبي صلى الله عليه وسلم أدب هنا أنت أجعل إن بظن وحوله جري هي أمي بعد أمي وبقية أهل بيتي وهو يذي مركو هذا لقصو الرابو أهل كي وظن وبقيتها صلى الله عليه وسلم هذه أم الغلام المحظوظ ويلك كان مركة آد رنتي النصيب كبظن هو يذي وحي نقطة أم أيمن وبوسكا كتاق النبي صلى الله عليه وسلم أما أبوه يعد لسه فهو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة وحاد علي منك رسولك وجعل الله وشال أن كسو هذا الأم زيد بن حارثة وابنه بالتبني قبل الإسلام وحاد علي زيد بن حارثة والنبي صلى الله عليه وسلم وأدب كريي انت أن إسلام كأنو إيمان كهر أما إلما كدفتي وصاحبه موضع سره نبي صاحبك إنك وحكسر سنجري وأحد أهلي وأحب الناس إليه بعد الإسلام من أهل كيساء وضدك ضدك وجود جعلها هي مركة يعني أدونك إلهي وحوك جعلها ما ينجرين مركة إسلام كالله صوت تغو فقد فرح وقد فرح المسلمون بمولد أسامة بن زيد كما لم يفرح بمولد سواه بمولود سواه مسلمين تنا طبعا إيو الربائين النبي قال لقي في سلام فرحدة بيوحي آدي أدوه فرحان ويلك كان أسامة للا شديسة سي أيا وفرحين المكة لأمدينة أو المكة كل شيء ذلك لأن كل ما يفرح النبي يفرحهم ما هل وحكى سوى النبي فرح قلياي يقول هو فرح قليني وكل ما يدخل السرور على قلبه يسرهم وحكى النبي قلبي قيس فرح وكيني كرن يقول هو كفرح يا مرك فأطلقوا على الغلام المحظوظ لقب الحب وابن الحب إذن مرك ما يعطي بحين وحي لهذين ويارين الحب وابن الحب كي ونبي جعلا دالينا بكل النبي صلى الله عليه وسلم وجعلا مركا الحب ابن الحبي وهو النقطة إنك الله ما يعبو أسامة ابن زيد ابن حارثة هذا أررتا يذكوبا وهاي نصا أوروريسي عدة أسامة أها لبدي سوالد عدة هاين إيو فرحدي وكسو كردي أجواء ذا مدينة أجواء ذا مكة ماشي دون طبعا نقطة أجواء مكة المكرمة عندها النبي صلى الله عليه وسلم سرق فرح الصحابة يعني أكثر مما لم يفرح بأي شيء آخر أنت وحي هيد أررتي هنا ولم يكن المسلمون مبالغين حين أطلقوا هذا اللقب على السبي الصغير أسامة وأنت مسلمين كما ينبط بذن مرك أي نانيسا أي سي ويلك كين ير أسامة محايلة فقد أحبه الرسول صلى الله عليه وسلم حبا تغبطه عليه الدنيا كلها نبي قال يا جعل الله ذي جعل هنا هانتي الدنيا لمبا أي هنتي جمال لهي فقد كان أسامة مقاربا في السن لسبطه الحسن ابن فاطمة الزهراء ويلك كان مرك هذا ده شيء أسامة اللي قم قعابه وحي إسحيقين أما يسود وين حق الدأذة ويلك النبي وهو الحسين الحسن ابن فاطمة فاطمة بنت محمد ويلك ده شيء حسنها او نبي ابو وها هي اسامه دأده وحما ما اركتي وهي اهين اسكو في البيعين
وكان الحسن أبيض أزهر رائع الحسن شديد الشبه بجده رسول الله صلى الله عليه وسلم. حسن مقال أهان رؤها نن عدبو أها ويلي رع عدبو أها وهنتي يقول حسن حق مقال كان آدياد وويه النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أسامة أسود البشرة أسامة ومذن مذوبا أفطس الأنف ونصن جبنا شديد الشبه بأمه الحبشية وهنا آد وأكا هويني حبشية ذا هيد أمه أيمن هيد مركا هل كان مركا ماشا ونزعه عرق حق ومذو كغيبت هي سنجمنان تأكاكتي من وحق هويني. لكن الرسول صلوات الله وسلم عليه ما كان يفرق بينهما في الحب نبي قصة ويل كان أبوه ويها حسنة يقول كان أولا زيد أولا أسامة ليه سيك استوها أكوين من الدنيا داني النبي صلى الله عليه وسلم مرك أي تاجنتها جعلك لبدو دبا أسنا مكر دوي جرين. فكان يأخذ أسامة فيضعها على إحدى فخذيه انتو أسامة سأسو قال ببو ذي سميتك من لساء أساري جري ويأخذ الحسن فيضعه على فخذه الأخرى حسنة انتو سأسو قال مدك لفريس جري ويضمهما معا إلى صدره إسوه لبدو ساء ودقن بحديه جري ويقول اللهم إني أحبهما فأحبهما إله لبدا وان جعل لها أدقونا جعل الله مركا النبي صلى الله عليه وسلم لبدا ويل ميت كان أبوه إيهاي إني كان زيد ودالي أسامة صاصو النبي صلى الله عليه وسلم لبدا وقي من جر ونقدر جر. قد بلغ من حب الرسول صلى الله عليه وسلم أسامة أنه عثر ذات مرة بعتبة الباب فشجت جبهته النبي جعل أسامة وجعله وحو قاري مال محكم إذا انتو تران تراضي والباب كدرس كيس هل كالغسو قال كل عيب بوجهه دلعك جارمك وسال الدم من جرحه ليك بمك صح وغسو معركتي قعي إلا نوع بقاري ليك بالعلم. فأشار النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضوان الله عليها أن تزيل الدم عن جرحه. النبي صلى الله عليه وسلم مرك عائشة الله اللوحي ويلكن ليك كترتر فلم تطب نفسها لذلك وأضمر وإسكب قانو حوغا داو عاي وحابا نوعا ما مركا ما ينجع الله سن إني ليك جعانتا لقى الشوء حيا إلي وإسكب ضمر وإسكب كرتا مركي ويكما دقدقين. فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم نبي قال يا مركي انتو إشتاي وجعل يمص شجته وحب الله وإنه وقو داو ليك وكسو بحي ويمد الدم كدما ليك سأصو الطفو وهو يطيب خاطره بكلمات تفيض عذوبة وحنانا إسوغا مركا قلبي سنة كد الجنيه كلمات معان كذا إيه حنان كذا وقضتها ومعنى هذا أنه المهير طبعا مركة معركتي مركة حقاران ولا دجيني نوعا ما سي مركة لو دجيو كلمة وبقى ومعركتي وسيو وموسينا النبي صلى الله عليه وسلم وأولهي طمركة حموجين يسا حبه صلى الله عليه وسلم المهير إنه ليه جيس أفك ليه كده دانا داو عن سوق قاري إنه أفكي سيقصو بلوق صلى الله عليه وسلم كدبنا أوطفو وحموجين يسا هلك أسامة وكتاجنا النبي صلى الله عليه وسلم. وكما أحب الرسول صلوات الله عليه أسامة في صغره فقد أحبه في شبابه جعلك النبي صلى الله عليه وسلم وجعل أسامة ما هي مكلية مركو المية هي المهنة مركو ولا جعلي هي لكن حتى مركو لن يرى النقضي ونوين النقضي حتى وجعل فقد أهدى فلقد أهدى حكيم بن حزام أحد صرات قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة ثمينة شراها من اليمن بخمسين دينارا ذهبا كان لدى لذي يزن أحد ملوكهم. النبي صلى الله عليه وسلم وحلوس هديه وحكيم من حزام وأن شل صوت المن إن أي خديجة بنت خويلد أي دواء هيد وكم إذا رنتي دتك أشرافت مدحوينت قريش النبي وحلوس هديه بسكوجوج آد قالوا أما حل نرمكا آد يذوق رحصن وكسو قتى يمن الحصاص يستي كونتن دينار مركة دينار لدهانا وذهب مركة درهم لدهانا وقلنك أما في الضضة حل ذا إذا بحال هنجري بقر كي دي يزن لقوم قعب الجري وآها بقرة دي يمن مركة صومر طبعا واللي دي يزن إيه مركات مقصورات في أقرسيد وأركيسة تاريخ ذني كان أولها. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبل هديته النبي سودي صلى الله عليه وسلم ودي هديه إنك أقبل
لأنه كان يومئذ مشركا محايل حكيم وقت يا مصر إسلام المشرك بوها وأخذها منه بالثمن وحي لأنه هدي مرة بقى هذا العقل يسي الثاني سيد هو مركا كائب سيدي سيدي مركا كو أكبري حكيم الحزام نبي كنت كيسي دينار ذهب كأهب وعلي كدي من الذي قرح بضنيد بقر كو حرنجر والنبي قطعت. وقد لبسها النبي صلى الله عليه وسلم الكريم مرة واحدة في يوم الجمعة نبي يقول هل مال أم بوحرتي أو مال جمعة هاي ثم خلعها على أسامة بن زيد كدن أسامة أسي أبحي إلى أدوك شو فكان يروح بها ويغدو بين أترابه من شبان المهاجرين والأنصار إن توحرته بوسا ولا دحمر الجري كو يسوي أساقي ساي الله في الكأة إذا يرتي مهاجرين تيو إيو إيو والأنصار تا وأنا قران كرتا مركا رنتي شن يتوان يلباتن الله بحي قارهان وحاجة اللغة يفكر وما مقال كاس إيو مركا أبو حرني هاي مركا هسو حرني هاي مركا أسامة طبعا إنه حسين النبي أولا صلى الله عليه وسلم نبي سمرك حج على هذا صلى الله عليه وسلم مركا كان سان قالي قوة حلدا يضو إنت كفر إذا أرنتي نوع قالي واقعنا في ذاك المصطلح مركا إذا مركا هاي إنه ويل كان كحر رغضو جي على هذا صلى الله عليه وسلم إنتو يسوي مركا كحير النار. ولما بلغ أسامة بن زيد أشده مركا أسامة ورنتي قانجار نقضي ومركا أذيك رجل نمائي كم وقتي بدا عليه من كريم الشمائل وجليل الخصائل ما يجعله جديرا بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحركة صم وقتي أخلاق تيدا وناكسن هي طبيعي تيدا وناكسن إلى هاي ودورتي وحمركي بهدنا كالي جاي إن النبي صلى الله عليه وسلم وجعل هذا يعني بمعنى قفك طبعا مركو وينادو أخلاق ذو أي لصو كرتو أما أخلاق ذو سيسي وناك سنة أهل كو سيج علانية النبي صلى الله عليه وسلم أسامة مركا أنت إن كبد مركا سيج علانية فقد كان ذكيا حاد الذكاء وحوانين آدي يدو فهم بلن وفهم ذي سنة سرعيسو شجاعا خارق الشجاعة جيسينا وجيسينا ذو سأيتهي مد مركا يدو حد كبحة حكيما يضع الأمور في مواضعها من آدي حكمة بلن وشي وبو ميشي سبقة هذا ربنا ماشي سدقة عفيفا يأنف الدنايا مد دور صن وحكى السوليتا وانت كسن تاجة آلفا مألوفا يحبه الناس مدتك جعل صادمة إذن الله صادمة ولا سوء هذا تكون أي جعلهم تقيا ورعا يحبه الله من إلهي كبق حلال ميرا ذا إلهي نأجعلها بوها مركز صفات فرب ضمن بأنك الأسوء التالي يعني معنى هدي ذكي هو أهان لها هدي شجاعه ونقلل هدي حكمه ونقلل هدي عفاظه ونقلل هدي ألفت والفتح هذا النقل هذا التقوى النقل هذا ورع النقل حب الله يكسر رأي النقل الجد. ففي يوم أحد مكة دجالك أحد مالك أحد مكة الجاري جاء أسامة بن زيد مع نفر من صبيان الصحابة يريدون الجهاد في سبيل الله أسامة وحليمد كوح يرى لن يرى والربا إن الجهاد كي قيب جلان طبعا دائرته ترتمي جلين انا يا رسول الله انا يا رسول الله ولو ترتمي جلين فاخذ الرسول منهم من احد فاخذ الرسول صلى الله عليه وسلم منهم من اخذ نبي مركه انتو كقادن كرو او كحلن كرو او كحشي يقول ادي صبح كي واركو انه اود لي كي واركو انه نوع من الدجالك ورنتي كبحي كرو يقول حشي ورد منهم الرد لصغر عماري انت واسلي هن ويدايري هن واسكعي ادو اسكهر ادو هر ادو دبو كلا طيب انا مركو كلا الصعب فكان في جملة المردودين ذاك اللي علي اللي مق دجال كم مقلي كرتيد هبة كما قيب قلي كرتيد أسامة بن زيد بكون جل مرك أسامة نبي بور ربنا صلى الله عليه وسلم فتولى وعيناه الصغيرتان تفيضان من الدم حزنا اسم مركه سو هل كان بقى قي يلا لوين دوضو يرير بول هاي أي مركة إلا إنه أيسا مركة وش مايش مروك درتيد حزنا ألا يجاهد تحت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم سو آدي أدو كذا مركسن إن أوسن فرصة أهل إن أعيدا كرسولك صلى الله عليه وسلم أما راية داس دجالك ما أنت هاد أوجي ساي أنا سوهز جلين أرين مركة مروك بيكون نقط نبي مركة مالين كأوحى للغزوة أحد مجلي كرتيد وبمعنى ما هين اللي جبيلتي دأدي مركة هو جلدها مركة مجلين وفي غزوة الخندق سنة كشانات بهذا السوق جاري ودقال كي خندق عن كسو شاكين نقار كبيرة
جاء أسامة بن زيد ومعه نفر من فتيان الصحابة. بابا كان هذا مركز اليمين مركز هذا يركل الصلاة، وجعل يشد قامته إلى أعلى ليجيزه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا بالله مركز إنه استهرايو ومركز فراح فود ذكو استاجو شو النبي صلى الله عليه وسلم سيدي هذا كهر لو عي أن لو علين وأم مغضنين دار الرجل مركز كده مغضة. فرق له النبي الصلاة عليه الصلاة والسلام وأجازه النبي مركز سوق قلب الدبعة في سيري لأنك كم كجد كنت هاي بل صار قلب لي والله أقول هذا. فحمل السيف جهادا في سبيل الله وهو ابنه 15 سنة يسوي شن يتبين جره بسيفتي السوق قاتي ده قال كان مركز ابنه ربع ابنه قلب. طبعا هدي مركز هرا لدير لها لبي تومي لها سؤال لها يعني بمعنى هو عربها هو يشتاقي يعني فرح فوده هو يشتاقي سي أنا لو ريبين أن الله دي معركة هبلو ما قلي كرسي. وفي يوم حنين هدنا سنة كان مكي لقاري ده قال كي حنين حين انهزم المسلمون مسلمين تو مركي جبال وده قال وحوها عن سيرة نور جر كسر شيكين إلهي وإله ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته وسورة التوبة إلى وكذا الله غزوة لما قام بحد حنين ومسلمين تمرك عجبيين أجر هذين وح بلنبا الذي كجو فعني والذي كتر ربنا ما أنت عد إن كتر ربنا ما يو إسلام واسم هدي وأنا تتيج إلى إيمان جرين إسلام أنت أنا لا إيمان بيدقالك سأقول قلنا يجر مرك والله وضع لك هذا مرك هل كان مركة أنبوش في رمضان با مال الوقيد الله قال مركة سأوصل قلن با هل من رب لك قد يجب مسلمين مركة سأله وتنو له وضاقت عليهم الكي بعيري لن نقل مال أي مرام بقرن وين واتي أي جبان وقال الله قال أردن واتي النبي كلي أصاهر واتي مسلمين تقول أن أي مركة فرحة النقضين مسلمين مركة درب بال وحل بري درسي درسي وحل وقت كذا ماها وان بضن هاي عدد عدد بام هاي سنة ماها waxa lagu adkaada waa iiman in la baraarayo marka ii in noocan ma aanu qabka aanu soo gelin iyo noocan ma inaanay istusin inay dadkii kale ka sareeyaan ilmihim maalinkaas marka xina hanzama muslimoon muslimiintu markii ay jabeen oo ay dhaq yani halka qoonin walba ay wax ka dayay thabata usama ibn zayd ma al abbas ammi ar-rasul sallallahu alayhi wasallam wa abi sufyana ibn al harith ibn ammihi أسامة مالك مالنا ودقائق السجع يا العباس وأهل النبي أذيركي إيوه أبو سفيان وأهل النبي إحنا أذيركي هلك سد حضور هلك ستة جنيه وحكلوه لي وستة نفر آخرين من كرام الصحابة اللي حكلوه صحابة الكوة ده هو ناكسنا يقول نبوي ناكسنا هذا الكوة ده حلك حاجة دجالك. فاستطاع الرسول عليه الصلاة والسلام بهذه الفئة الصغيرة المؤمنة الباسلة نبي مرك إلهي وحو مكانيي أسر تجلي السجوا هذه السنة كواحد فركوتيرسكا لكن دجال هالنذاء وأنا واقني أن دب أسر جرني أن يحول هزيمة أصحابه إلى نصر جبكي سو جاري كان بيدك واد قيبت كواد إنه نبي جمركي وبهاش أنتو دب الرجو وكدي جم حي قول الرجو وأن يحمي المسلمين الفاردين من أن يفتك بهم أن يفتك بهم المشركون مسلمين تدبر هذا الجيدي عيوح كدي هلك أرضنا وكبد بادي إن لقد تخلص وكبد بادي محل المشركين تتقف مركو نبر جيريو أو في الحظة خلاص هدي لقد دوا الطوال لبعثه وسهلا مركا هل كاسي كل مانا مركا نبي قكو صلى الله عليه وسلم لحكا لو صحابة أو خلقا جوكتا أسامة أو معركتي كدر مركا لقدر أو أسيديد العباس أو صقالة يا أبو سفيان أو طبعا تبان كوداس باني منكي مركا وابيي وعابيي قليدي كلا فرحة كأهنا مركا وابد بادين طبعا مركه كدب ومركه دب اسو الله بان ايام انت كلا صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بيد الدنبقيت الدم مركه اللي جرى دغالكنا واتي مسلمين تو مركه الله سبحانه وتعالى جوش ودب كسي لكن باللوغي درسي با الله لقينا. وفي يوم مؤتة دغالكي مؤتة وقت خصوصا صام ابي معركتي وكل جري جاهد اسامه تحت لواء ابيه زيد بن حارثه وسنه دون 18 أبيه وتلا الدرع والنبي يقول لها دي زيد ودنتو هلك حق لي هبل هبل هدو دمتو النبي صلى الله عليه وسلم وأجي هذا مركا كان عيدا كوحاه وقامينه أبيه أو زيد بن حارثة مركا كان الدقال كان مؤتى
أسامة سديد يتوانسان ما بوحن ولي مقارن سديد يتوانسان فرأى بعينيه مصرع أبيه وعنده سساء صاري أبيه هلك كشهيدي وهلك الولدي فلم يهن ولم يتضعضع مؤوسا هنجبين دبن أم القرآن ضعف إنما سوقلين يعني معنى تضعضع فلان أي انهزم وضعف قف مركو وهنجب كوي ماذا أو نوعا ما خلاص يجب كوي ماذا تانا كمدين مركا من هنجبين من يجبين وإنما ظل يقاتل تحت لواء جعفر ابن أبي طالب هذا نوع كبير هجانكي جعفر بن طالب مركي علن كوسوري إسجا حتى سري على مرأة منه مشهد إسجا نوع أركي جعفر وهلك مركا كشهيدي يضدك أم بغضسي مشهد يعني مشهد ضدك لنا وضعك كران ثم تحت لواء عبد الله بن رواحة سوى النبي قلت المام هذا نوع تي عبد الله بن رواحة علن كجعانته كل جي هذا نوع عيدا كابو كبير حتى لحق بصاحبيه عبد الله بن رواحة أنا هل كان سوى كل شهيد أو الراعي الذي صاحبه زيد يوحو الراعي نيكي الذي جرى جعفر ابن أبي طالب ثم تحت لواء خالد بن الوليد وتن مركز دنبه دنا المسلمين أي دورتين خالد بن الوليد وشال إنسان صبرني حتى استنقذ الجيش الصغير من براثين الروم إلى يوحو قدر مركز إن نيكي خالد والموليد ها إن عينك وكبت باديو نمانكي روم ها عديه هذا إذا قال كود إله سبحانه وتعالى مركب بذي أنت إذا قال كاد مركب وجود ولنا سيدي يتوسل مبوحين مركو أحد الصعب اللي جايو يمركو خندق فرح فود ذو كل إشتاجيو يمركو حنين نبي قريب قريب كي يتاجين يعني يمركو مؤتع إذا كأبيه وتو هذانا رجع كلا إكجدم بيان وتاجين يعني سيدي يتوسل مبوحين ثم عاد أسامة إلى المدينة محتسبا أباه عند الله كدي المدينة وصل الله بتي isagoo ilaahay ajir kaga raadinayay shahaadadii abihi marka la soo gudboonaatay halka uu ku dhintay taarikan jasadahu at-tahira ala tuhum al-sham abihi wuxuu kaga soo tagay meedkiisa xagga iyo xuduuda sham raakiban jawadahu alladhi istushhida alayhi wuxuu hore u soo kaxaysay faraskii abihi uu ku shahiido soo kaxaysay inta dhan waa maraxil soo martay oo fi sanati al-11 hijra sanadkii 18 markii la soo gaaray أمر الرسول الكريم بتجهيز جيش لغزو الروم نبي قال له حلي دي يا عيدا ادي يا دو حق بدون اول عيدا كان مرك وعيدا ادي يا دو علوس والحاد كي سله وحا لو سي سودا حقا اي دغالك روم ومضى ضد المسلمين كان من نصر نبي من جهاد الى جهاد من غزوه الى غزوه من سريه الى سريه نلشي سنه صعبه انت دينك الهي مرك لو خدمينه وجعل فيها ابا بكر وعمر وسعد بن ابي وقاص وابا عبيده بن الجراح وغيرهم من جله الصحابه. النبي صلى الله عليه وسلم عيدا كان مكه وحكوا جري ولو دروا رجع حد عن تيرنا ابو بكر وعمر بن الخطاب سعد بن ابي وقاص ابو عبيده بن الجراح وغيرهم من جله الصحابه. رجوا وين والصحابه دي كمل وامر على الجيش عيدا كان يلو دي مكه. وحلو دي اللو دي اسامه بن زيد اي واحد اذا كا هجاميه ابن دوله اذا وهو لم يجاوز العشرين بعد ما كان 14 سنة من جاري عيدا كأو جوغو رقي مقاويرت أها بين الصحابة عندك خلنا نقول مثلا أبو بكر عندك عمر وحكولو دي سعد بن وقاص رقا سو جوغا يا وحا ليري وصامو أذان كوغا وأمره أن يوطئ الخيل تخوم البلقان وقلعة الدراء الدارم وقلعة الدارم القريبة من غزة من بلاد الروم نبي نوح يري الضبة فرضها يا واحد لدو الاستكتاب يري حدود أقول ده حيث البلقاء يقل عضل لقوم قعبة الدارون أو أه لولك غزة بلاد الروم هل كاسو على لي طيارك ما شاء الله يعني انت اينا اقود بين هوس مركا اينا انا سيوة القصة ده يعني واحد فهم يسا قفك بين أدن كمركي تربية دي سلحقات جيو سن يجيس أما دا يجيس معنا مركز مصمايلوس ما أنت عم ده إنه يروكم مشان يتهم بكو قان جارا مسز ديد ده بكو قان جارا معنا مصمايلوس قان جارني ماذا ضبط قفكو ومركو مسكح هذا وككره قفكو مركو النقضه قف مذكرة مسكح يسوي فرد ده عقل وأرجح حد يسوي يا شو مركز صلا به كره مركو حسب بردك تا سديد تو من جيرك انت جوجا يكا واغاس عيدن كلو ديبي يعني سبب بردك كنا وويل كنا وويل لكن وحا كلا دوي
محا سبون فود كأها كان محا ولقي وتربية محا سوق قاري محو قاتي محو برتي كان محو برتو مركا تربيضو ووحي أتكشو بلا هيد والك هدي والك سويا وال صالح إنه وحي والايو تربيضنا أي ته تربية يضو فردي وحي صو صالح النموذج كأسامة بن زيد رجل متك المهم نبي صلى الله عليه وسلم عيدا كان مركا وعيدا كنتي انتو النبي وان ولا عيدا كي اوينا ودياريبو وحين كجد دغن النبي صلى الله عليه وسلم كان رومان كان ما لا صار عدد كي سي انت لا غارين كهر بركي لي يري عيدا كامير كي سوا اسامه بن زيد والنبي يري اي واحد هو فيما كان يت الجيش يتجهز انت عيدا كي تباو شي سي سي اسكو دبرت كي سي لو جيري مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي حنوس صلى الله عليه وسلم ولما اشتد عليه المرض النبي حنون كي سمركو كسي الدرج توقف الجيش عن المسير انتظارا لما تسفر عنه حال رسول الله صلى الله عليه وسلم عينك مركبه هكذا يضل الربا ان لغا معركتي لسوغه او لغا لو كاديو سي لو اوغاد النبي صلى الله عليه وسلم حاله دي سالكي كو دنبين دوت حال حنون كان ما هي حنون النبي قبن جيري صلى الله عليه وسلم حنون ادي ضربوها قال اسامه اسامه ما هو الرمي حنون كسوها ولما ثقل على نبي الله المرض مكي حنوك النبي وكل صلاة أقبلت عليه وأقبل الناس معي أني إذا ربضا أو رصع عنا النبي وضع تقنبي فدخلت عليه فوجدته قد صمت نبي وان أقل يبيري وحان أركب يقولون هذا كتك أنه هل يكون قد صمت ما بحر لي فما يتكلم من وطأة الداء نبي قو هل ويحنونك حيا درتي وطأة الداء يعني حنون كان عليسك ولي حرارو النبي كجرو اي سيد الله اي وحو النبي صلى الله عليه وسلم هير وحو قاري ام هلك فجعل يرفع يديه الى السماء ثم يضعها علي فعرفت انه يدعو لي لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول انتم ماشي جرو ما هلك كرين كعنتو كر الرضا انه قعنتي سوى يصول العضاء انا يقول صدو العضاء بي هذا نكر بو اتاقا ويصول العضاء انا يقول صدو العضاء هل قام حان قرتبير انه يدعيني لكن ما هلك كرين إلن نين كان بالا دياري دغال بو سودا نبي انت ادعو قريا لكن ما هلك صلى الله عليه وسلم ثم ما لبث ان فارق الرسول الحياه النبي صلى الله عليه وسلم حكى مسوري مركبه ودنت صلى الله عليه وسلم وتمت البيعه لابي بكر كيد المسلمين وتم خليفه المسلمين للدياري ولا لا بيعوا لي جنسي وكيل لا ابو بكر رضي الله عنه فامر بانفاذ بعث اسامه ابو بكر نوحيري وان اذا كي ها ما أركتي أسامة والنبي صلى الله عليه وسلم ودياري والله جيش كي روم هلا لدى قال قلم وإن سدا لوفو اليابوية ما صرف ما يعرف كابوية لكن فئة من الأنصار رأت أن يؤخر البعث لكن كوح أنصار تكمي ذا أي وحا أمه ذا الرأي إن دريتان كان هذا أسامة الله ديري حوغاي اللوك هذه حوغا دك دك باكو ديري بيلي وطلبت من عمر بن الخطاب أن يكلم في ذلك أبو بكر كدي من عمر بن الخطاب بأسوى مرين مهاجرية وإلها اللان وقال ذي أنصار تاهي بحيه لنا عمرو أو بكر أتقو فرينك أنك قارسي وقت هذا الدولان لقال ما هن فراغها اللو كاري النبي صلى الله عليه وسلم قريدي شو ويلو عصبت هاي وقال له جوابت أي كويرة هذين أما هذا فرينك الدران بوحايد فإن أبا إلا المضي عمر هرت أنك قارسي وحاتر هذا جيشك هل هاكيو وقت وحلا الدران ما هن أنه أكادي لكن فإن أبا إلا المضي حدي ابو بكر اي كغد ان يعني وديده الا ان لبحمو يعني فابلغه عنا ان يولي امرنا رجلا اقدم السن من اسامه حدي ارنك سايه واحد كره وشكت وان غارسيسا ارنك او اه جيش كعيدن كهجامنتيسا قف كدا وين اسامه وديبه اسامه ما يعني وانير مركه خوغا لبا دليل باي هنتي اي وتين كوح الانصارته وميدو تايمينغلي حاله داس لو جيرو مناسب ما هم بيلا غريد نبي يقولي وحسبته وفرش وميد لباادو ويل كان ويل يرو لباتان جيره عيدان كقف كوين هلو ديبو ونين كلو ماركا كغاله او هوشي فولين كار وما ان سمع الصديق من عمر رساله الانصار مركي ابو بكر وفرينتا عمر لو سو ديو ماركو مقلي حتى وثب لها وكان جالسا وفدي ماركا سهل مربوده تو وأخذ بلحية الفاروق مركز عمر الخطاب جرك ساو قبصد وقال مغضبا يسوع عريسا عمر الخطاب جرك سان ساي سجل الله عدين أبو حلا ثكلتك أمك وعدمتك ابن الخطاب وقع هذا قبل التعيب
استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كا هوشن ودي بتي وشق علي سيو يري امير نقو وتامرني ان انزعه ان واحد يقول من ساي فر ساميه ان ما انت جقدر كقال والله لا يكون ذلك والله شن دعي بي عمر الخطاب طبعا وصلتنا ابو بكر مركي ريالم اوف ليدرشيب لسو غارو ومركي مامرك وقعنت او كدي ابو بكر رضي الله عنه وحبضن وشخصيه دي سيسبدل ان ادرك بنو صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه الله عمر الخطاب هو قعد سيره وحيد هول والنبي كتجي سي هيد وكتجي ما هذا الا فرقلي وهذا هذا الا ده جدي النبي صلى الله عليه وسلم اودي اسامه كقاب والله سندعين بيه. ولما رجع عمر الى الناس سالوه عما صنع عمر طبعا ضد صادر سامه ديبو دك يقول لابتي كدي بي ويدين وحيره هذا هي النبي محمد كوجو جواب عرفتي عندها يعني ابو بكر فقال الحر امضوا ثكلتكم امهات ورداف هويدين قبل انت فقد لقيت ما لقيت في سبيلكم من خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كدرت نبى يجلسوا جاربين خليفها يعني أبو بكر إن ما أنت إتجر كي يسأل سجى الله ذي وهذا هذا الكل اللي يراه ذو ثكلتك أمك وعدمتك من الخطاب إذا كإذا بربين ولما انطلق الجيش بقيادة قائده الشاب الضبا إذا كي مركي ونقاقي وإذا كي كسر عليها الكه روم وهو جاميني أسامة ابن زيد إذن وهو قام يمكن أن يرى شيعه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ماشيا وأسامة راكب وحاس قوتي أبو بكر أبو بكر مركة طبعا مركة أسقوتيني وسعودي لوجيس كسعودي وأبو لقيني هل كأسامة فرس كيس أسامة فقال أسامة أسامة يا خليفة رسول الله يا خليفة رسول الله خليفة معرتي رسولك خليف كيسيو والله لا تركبن او لا انزلن ام والله اضاف ولي ما عرفت فرسك كان أم يعني وين اندقوا معقول ما ان ادو وين ان فرس صار ناض فقال ابو بكر والله لا تنزل والله لا اركب ادون ما دقيس ان مفولين وما علي ان اغبر قدمي في سبيل الله ساعه ولبت الا اذا حيتها ان الهي درتي هل ساعه ان قمده ابور في سبيل الله يعني انت مع سلامين سقوتين انت بابا جهاد يا بين مرك اداب ثم قال لاسامه مرك ابو بكر اسامه ودري مرك كان وين مع سلامي وكيري استودعك الله اما استودع الله دينك وامانتك وحواتي مع مالي عملك الهي بان مرك ما قلنا يا ان كو اماني سنه يا اديك دينك الهي بان كو اماني سنه يا امانه هذا عمل هذا كو الدنبيه وأوصيك عملك مارك تكوي سدن بي وأوصيك بإنفاذ ما أمرك به رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانا قدر دار ميا إن أدفلشت النبي كفر ثم مال عليه وقال إن تصاوسوا الجسوحي إن رأيت أن تعينني بعمر فأذن لي بالبقاء معي وحانك لو كعصنا بالهداد إيه وقالان لهي عمر عمر الخطاب إن الإيديسي يعني لا أبو بكر مركو حرر عمر إنه حرر أولاد جوه فإن رأيت هذا يكون موقته أن تعينني بعمر عمر إن أدي عاودت فأذن لي بالبقاء معي يقولوا إن ولد فأذن له بالبقاء معي وأقر إن ولد جوده فأذن أسامة لعمر بالبقاء في رمي عمر هاي سكهرة مشكلة عمر مركب هريتانك وهري ماها سيدة أيدك قاركي أي أرى ذينا يا مرهو سلوك سنة وكان ما ملكي سيتاب وديدنا سادت تبع جديد بكاهد وهو لها سماشي كل مجران مركب كان إنه عمر مخطاب وهراي وهكذا بيعصي أبو بكر ومركب صلى الله عليه وسلم أبو بكر ما دام الخلافة عصوبة هاي إمام يكون عصوبة هاي وحب بها إن قرب في ستاقان مركب عاوية مع النبي ما شو كبح أبو بكر كل يكون في الله إنه باسك النبي كل يقبوه وحب بها عمر بقب بها عثمان بقب بها علي بقب بها رجل أنه خلافة مركب بها عين لكن يقول كان يروال الدراوة حالي لقاقة دبا مضى أسامة بن زيد بالجيش إثناء عيدا كيف الله لقاقة وأنفذ كل ما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدي النبي صلى الله عليه وسلم كانت تدي أدجي يا أمرت النبي أوسيب وفولي سيتها فأوطى خيل المسلمين تخوم البلقان وقلعة الدارم من أرض فلسطين وهو وضع أيضا كي وهو كلاد الدعاء وفرده سي ودول مري حدود أود حيث البلقوم يقلع على الغمع دارم وقلوك فلسطين كمدة ونزع هيبة الروم من قلوب المسلمين إلهي سبحانه وتعالى مركب إن مسلمين تقلوب تدفو إلهي كساره بقلين تي اي كقبل نيمن كرومان كإلى ان دد معرفة قال لها النقا والبحن ماله وولي قد سوى الجرى ودقال لم الجرى حقا بقلين يربع الجرى إلى هو كسار
ومهد الطريق أمامني لفتح ديار الشام ومصر والشمال الإفريقي كله حتى بحر الظلمات إلى هنا مركة وعود دياري إن فرطان مركة إسلام كما أنت ما لها وقاري الأركيسان أو كو ديار الشام ما لها شام هذا الأركيسان لقوم يعابه ومصر هذا الأركيسان والشمال الإفريقي وأه نورث أفريقيا وهذا الأركيسان هكا يكون دقيق مغاربتي كل كل حتى بحر الظلمات إلا ماشى بحور تاس لقى قارو إسلام كإله سبحانه وتعالى إنه باهو وما أنت ما لها وقاره وضدها أيام مركة مالكة فرطبو. ثم عاد أسامة ممتطيا سهوة الجواد الذي استشهد على استشهد عليه أبوه حاملا من الغنائم ما زاد عن تقدير المقدرين ما مركي سو جوليستين ده قال في مركي سو جوليستين والله الحمد وانت صو مالنا ولا صو فرتي نمك ولا جاءت كذي وصلى مركي وصام مركي يسوق فرس كي أبيه وكشهيد ولي وطه لكن مركي كان محمد بارسين من الغنائم وحلقه صو فرتي قال هذا وحولها ما زاد عن تقدير المقدرين قف كاست يصير هذا وقدروا اما وهذا ده هذا اما انت عهد انت وكبل يعني ولي مسلمين انت مصر من غنيمه انت لك قول انت لك ان المسلمين تولي ما ينسوهين حتى قيل لا ليري انه ما رؤيا جيش اسلم واغنم من جيش اسامه بن زيد لما اركي في التاريخ جيش دجالك او قال اي دتك ساوسو بعدين جيش حولها وصفر تي وجعان وجعان كسو دغنا كبدن جيش اسامه بن زيد ما كان النبي صلى الله عليه وسلم بو جاء من هو أسامة ظل أسامة بن زيد ما امتدت به الحياة موضع إيجاد المسلمين وحبهم أسامة أنتم النوراء لنا مسلمين ترونتي آد بيقدرين جرين وين جعلاين وفاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإجلالا لشخصه مرنا نبي قاعد جعلاه ويجعلاين مرنا الشخصية دي ساهي الشخصية دي كاريزما له وإذا لا جعلاه مركا مركا مرنا وفاء النبي يوفينا ما عرفتي سنة دي سكوت ديانا يمر ايضا لوينين شخصية اما شخص اسامة فقد فرض له الفاروق عطاء اكثر مما فرضه لابنه عبد الله بن عمر طبعا بيت المال المسلمين مشار بلغ قال انجل عمر خطاب وحقوق مرك مشار كبضا انتي وقال لها ويل كيس عمر لقمك عبد الله بن عمر عبد الله وحاد علي عمر وخطاب عبد الله بن عمر مشارك اوقاته في مشاركة أسامة بن زيد بيت المال المسلمين كقاتم وحاب أن مشاركي أسامة بن زيد فقال عبد الله لأبيه مركة عبد الله بن عمر بعض لأبيه والله عمر الخطاب يا أبتي أبو فرضت لأسامة 4000 وفرضت لي 3000 إسنو حد قرت مشار أفكن أنه حد يقرأ سدحكن وما كان لأبيه من الفضل أكثر مما لك أبينا أديك كمان فضل بنين وليس له من الفضل أكثر مما لي أكثر من مالي إسأجنا أني جي مفضل بنا مركز هيكون عاد إن إسأجوا وقات أفر كون أن سدح كون قاته أذو أبيه كلها أنا إسأج كله مركز جوابته بحين فقال الفارو هاي هات تاس واحد لو ماها وحفق بات شكتي إن أباه عبارة دي مركز وطن إن أباه كان أحب إلى رسول الله منك أبها من أبيه أسامة أبيه النبي صلى الله عليه وسلم أبها وكجع الله أبيه ولا جع الله وكان هو أحب إلى رسول الله منك إسنا والله قاعد على بير مركة لما ترتمي كرن بير أبهان والله قال لها هذه أنا النبي صلى الله عليه وسلم سيد عبد الله أما أسامة وجعله وما جعله فرضي عبد الله بن عمر بما فرض له من عطاء مركو أركين أرنك أساوي هاي ورالد كل نغضي مشارك الله قرأ انت يا ريت وكان عمر بن الخطاب إذا لقي أسامة بن زيد عمر وحا عاده وهي مركو لكم أسامة بن زيد كيرا مرحبا بأميري أمير هي يسوده فإذا رأى أحدا يعجب منه قال لقد أمره علي رسول الله صلى الله عليه وسلم مركو أرقى قف مركو حقا غريب سنة وأنك كان سيدا أمير الله دهيا مركو إلى هذا وليه جري النبي قال أمير إيكا قال لي مركي جيش كالي دري رحم الله هذه النفوس الكبيرة اللهم نحريسه تتكا كان يدو نفتا رنتي مستواها له قاري فما عرف التاريخ أما فما عرف التاريخ أعظم ولا أكمل ولا أنبل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم تاريخ ما صامر ذات كوين بضن وككامل سن وكشرف بضن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان نوح أها أسامة ابن زيد ابن حارثة وإلى هنا وبالله التوفيق.